مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو الاوريو. عنا لتر حليب، ربع كوب سكر، نص كوب طحين، ربع كوب نشا، هيدا الكوب اللي عيرت فيه طحين والسكر، وعنا بسكويت الاوريو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بشيل الكريمة، من الاوريو، بحطها فوق الحليب بهيدا الشكل. بشلت الكريمة من البسكويت، هلا بنعمهم بهيدي الطريقة. بعد ما نعمتهم بهيدا الشكل بحط بأرض الكوب بهيدي الطريقة. هلا بحط النشا، سكر، طحين، بحركهم شوي مع بعض. كمان بحطهم فوق الكريمة والحليب، بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. هلا اشتدت معنا الكريمة، لحطها فوق الاوريو. كمان بحط اوريو بهيدا الشكل. هيدا حلا الاوريو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.